السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. انا ما عنديش دوك البيجامات اللي مستورين باش نبقى نبان بهم. شديت واحد الجلابه اختي حيت لا قب وقلبتها. المهم ما غتبانش لكم، كتبان بحال البيجامه. شوف اليوم اختي بغيت نصايب لكم واحد الاكله اسمها المقلوبه العراقيه. واحد الاكله بالارز، هي اكله معروفه عند العراقيين، اسمها المقلوبه. نصايبها بطريقتي وما غاديش ندير فيها، لان هاد المقلوبه هاد الاكله المقلوبه كاين اللي كيديرها بالدجاج وكاين اللي كيديرها باللحم. الناس العراقيين كاين اللي كيديرها باللحم، كاين اللي كيديرها بالدجاج. عائشه الصريدي ملقبه بهويا مستار غادي نديرها بالخضر بس، ما غنديرش اللحم. هي المقلوبه معروف عليها كدار بالارز وبالخضر وباللحم او الدجاج. انا غنديرها غير بالخضر، يعني ما كاينلاش ندير اللحم. بقوا معايا تتشوفوا. المهم بلاتي اخوتي، نصايب المقلوبه على طريقتي. عندي هنايا مقله فيها الزيت والدنجال، هو كنقليه هنايا. كما كتشوفوا غنديروا البهارات، يعني ما يسمى بالعطريه داكشي. غندير شويه الملحه هنايا، اوكي. ندير شويه ديال الفلفل احمر، سكينجبير، ابزار، اوكي. وغادي نحرك جيدا. هنا دايره الثومه والمطيشه طحنتهم. كون طحناهم غنديرهم على هاد البهارات، يعني باش نوجدو لاصوص ديال الطماطم بالثومه. شديت مطيشه درتها طحنتها. المهم نخلطو هاد البهارات مع لاصوص ديالنا، اوكي. عندي هنا الارز. بقاو معايا تشوفوا الطريقه. انا دابا كنوجد غير لاصوص وتنقلي هاد الخضر عاد باش غادي نطيب. عندي هنايا خوتي، عندي هنايا الارز، ها هو. غادي نديروه في الماء، عندي جوج هنايا نخلطو، اوكي. صافي، غادي نديرو الماء في هاد الارز هنايا. انا نغسلو الارز ديالنا، و انا نغسلو بالخل. نغسل الأرز بالخل باش مكاين شي حاجة تتحيد، اوكي. نخليو الارز في الماء بحال هكا ونحطوه بحال هكا. وعندي غير واحد حك مطيشه شويه، درت مطيشه هنا راكم شفتوها، درت مطيشه هنايا راكم شفتوها. دابا غادي ناخذ جوج معالق باش نصايب لاصوص. هانتوما صافي، وغنردها كونجيلاتور. دابا لاصوص ديالنا ها هي كنوجدوها، غنزيدها في الماء. بقاو معانا. دابا غادي نقلب الدنجال، حيت درت الدنجال تيتقلى.
غادي نقلبو الزيت ما بقاتش ليا بقاو معايا. يعني خوتي انا غادي نطيب هادشي كامل غادي نقليه. بقاو معايا تنشوفوا الطريقه. ها نتوما شوف انا دابا كنوجد لها صوص الدنجال هو كنقليه. هادو بقاو معايا تنشوفوا الطريقه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مشيت باش نسخر شي واحد يجيب لي الزيت ما لقيتش حيت تقادات لي الزيت. غادي نحاول ندير المقلوبه بطريقتي السريعه. خاص المراه ديما تعلم انها دير باني ماشي صافي ما بقاش الزيت نوقفوا الغدا ونوقفوا كل شيء. هانتوما غتشوفوا غنشعل النار كذا غنحط واحد الطنجره بحال هكا. اجيو خوتي مزيان شوفوا معايا مع ما فهمتش كيعيطوا. انا من الناس اللي ما كيجاوبش على الابيل كيجاوبش على الابيل نهائيا. اوكي غادي نحط الدنجال حيت الدنجال فيه الزيت غادي نحطه في الطنجره بحال هكا. شوفوا بقوا معايا اجيو معايا. واه يا ناري شوفوا هانتوما كذا شوفوا الطنجره بحال هكا. الدنجال راه فيه الزيت راه كيشرب الزيت بزاف. اوكي غادي نهزو الدنجال بحال هكا غادي نحطو. بقاو معايا خوتي. اوكي غادي شوفوا معايا غادي يعني نستفو على هاد الطريقه هكا باش كتصايب المقلوبه. هانتوما نستفو الدنجال على هاد الطريقه هادي. غنشدو هنا القاعه هانتوما شفتوها ها هي القاعه نستفوها على هاد الطريقه هادي باش تجينا المقلوبه القاعه. هانتوما على هاد الطريقه هادي. اوكي هانتوما شوفوا احبابي نستو الخضره فلفله طبيعه الحال حتى هي. اوكي الفلفله حتى هي بحال هكا. من بعد ملي كطيب تنقلبوها نديرو بقاو معايا نديرو البصل. ها هو البصل حتى هو بحال هكا نستفوها بحال هكا البصله. بقاو معايا حتى تشوفوا هاد المقلوبه كيفاش غادي تجي. ان شاء الله غتجي زوينه ان شاء الله باذن الله. صافي دابا عندنا هنايا مطيشه حتى هي غادي نستفوها حتى هي بحال هكا. اوكي بحال هكا نحيدو الدروينه كامله. صافي اجيو معايا. انا استفت عندي هنايا واحد لاصوص. ها هو قبل ما ندير لاصوص غندير الارز ونصفيه. اوكي عندي خوتي هنا الارز. ها هو غادي ندير الارز غادي نشتو بزاف. اوكي الارز غادي نشتو غادي نشد هاد لاصوص نطفي على البوطه نشد هاد لاصوص ديال الطماطم وندير بحال هكا وندير ما بغيت ما عمريت ما سكتة. اوكي حنا عمرنا الطنجرة. صافي انا ما درتش كركم نسيت قبيلة. ايوا اختي حنا نبقاو نتسناو الجمع الطويل. هادي غتجي المقلوبة ديال الارز نسد عليها ونردوها طيب. وبقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا التقديم. احبابي كما كتشوفوا المقلوبه ها هي صايبتها وجدتها. ها هي هذه مقلوبه عراقيه كي كيديرها باللحم. انا درتها بالخضر. ها هي كتجي زوينه بالارز. المهم هذه هي المقلوبه ديالنا. ها نتوما شوفوها ها هي كتجي زوينه. انا صايبتها كي اللي كيديرها باللحم. كتكوني بحال دابا كطيبيها كنعلي نقلبها قدامكم في الطنجره كنقلبها بحال هكا. هانتوما كتكون بحال هكا. باغدو بلاتي بقاو معايا. كتكون بحال هكا وكتقلبيها بحال هكا. كتقلبيها
المهم هذه هي المقلوبه، كنتمنى انها تعجبكم. وشكرا احبابي، ما تنساوش لي اللايكات والابوني وجيم، وكنشكركم بزاف. وكما كتشوفوا هذه هي المقلوبه العراقيه، كاين اللي كيديرها كاين اللي تيديرها باللحم، كاين اللي كيديرها بالدجاج، انا درتها غير بالخضار. كنتمنى انها تعجبكم، وراه كتجي لذيذه وكتجي زوينه بالارز. وما تنساوش لي عفاكم اخوتي لايكات والجيم، وشكرا شكرا لاخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. كنشكر اي مغربي حر كي يتضامن معايا، وانا راه كنخدم راه ما كنسعاش كما كيقولوا واحد الناس حكاره فقصاهم انا قاتلاهم. كيهضروا فيا حيت ما وصلونيش. المهم خوتي واحبابي، هذه هي المقلوبه، كتجي بالخضار، كاين اللي كيديرها بالدجاج، كاين اللي كيديرها باللحم. المهم ما تنساوش عفاكم ديروا لي لايكات والابوني، وشكرا. وما تنساوش عفاكم جيم. شكرا خوتي.